استشهد 4 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارات على بلدة بيت حنون شمال القطاع، وكانت قوات الاحتلال قد نسفت مربعا سكنيا كاملا بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي وسط القطاع تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض بمخيم المغازي.